اسم هاني عبد الله وراني هلال. انا طبعا شغال مع والدي وانا عندي حوالي 7 سنوات شغال في مدينه الفخار مع والدي، طبعا مع طبعا مراحل التعليم، وطبعا ماشي مع زمايلي عادي خالص. ما قعدتش يعني تفرغت للتعليم بس فقط لا غير، ولكن شغلت مع والدي بمهنه الفخار عشان احنا طبعا اسره كبيره مكونه من 7 افراد، فطبعا كنت لازم اعمل مع والدي عشان حتى الكسب بتاعنا والدخل بتاعنا هي مهنه الفخار. ما نستعرضش من اكل عيشنا او من مهنتنا الاصليه اللي ربتنا وعلمتنا عشان خاطر ديت، لو كل واحد استعرض من مهنته الاصليه يبقى ما كانش في مهن، يبقى احنا هنتجاهل الماضي بتاعنا، واللي ملوش ماضي ملوش حاضر. دخلت ثانوي عام منزلي بعد الدبلوم صنايع، فطبعا دي كانت طبعا دافع كبير. اما دخلت الدبلوم وخدت ثانوي عام منزلي اولا كانت صعب بالنسبه لي جدا، والتفكير صعب جدا، وكانت الحصول على الثانويه العامه خفت يكون شبه مستحيل، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى والاستمرار والعمل والاجتهاد والمذاكره خدت ثانويه عامه منزلي في البيت وانا شغال مع والدي. مريت بصعوبات فعلا، اللي هي طبعا ازاي اسافر وازاي اروح وازاي اوف ما ازعلش والدي والدتي، وازاي اعرف اشتغل هنا، وازاي اعرف اذاكر في البيت، وازاي اعرف اركز عشان المذاكره بتاع الماجستير، غير طبعا مش كلمتين وخلاص، ده حوالي 5 سنوات، يعني عايز تركيز، يعني عايز استمرار، يعني عايز بحث سيرش كويس. بصراحه اللي كان بيشجعني الاستاف المدرسين بتوعي، بصراحه ربنا يرحم اللي توفى ويبارك في الموجود. والحافز الثاني والاهم الحافز المعنوي اللي انا طبعا حابب مدين ليه، اللي هي والدتي ووالدي. طبعا لحد درجه الدكتوراه 2015 والدي بكى بكاء شديد، وفي وسط اللجنه العلميه بكى. رحله علميه شاقه حلوه تستاهل التعب. وطبعا بعد ده كله يوم مناقشه الدكتوراه حسيت ان انا ما تعبتش خالص، حسيت ان انا كنت في حلم وربنا حققه لي في ثواني. وطبعا لكل مجتهد نصيب.